لتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من قطاع غزه الصحفي الفلسطيني احمد قديح. اهلا بكم استاذ احمد. الى استوديو رافدين، بعد تاكيد اطلاق صواريخ من غزه باتجاه مستوطنات، هل تبنى اي فصيل مسؤوليه اطلاق هذه الصواريخ؟ نعم محمد، بعد التحيه لك وللساده المشاهدين الكرام. حياك الله. تفضل محمد السؤال. حياك الله. بعد تاكيد اطلاق الصواريخ من غزة باتجاه المستوطنات، هل هناك تبني من أي فصيل لعملية الإطلاق؟ نعم محمد، بعد التحية لك من غزة وأهلا وسهلا بكم. دائما منذ نحو 5 سنوات حتى اللحظة لم يتبنى أي فصيل فلسطيني أي عملية على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة بعد اتفاق تهدئة عام حرب 2012، وتبقى كل العمليات الحدودية مجهولة المصدر، تحفظ المقاومة لنفسها حق الرد وحق كتم هذه العمليات التي تحدث على الحدود، لا سيما من التنظيمات الكبيرة ككتائب القسام وسرايا القدس، حتى على الأقل تحافظ على وضعها الأمني، خاصة الاحتلال يستهدف في حال تبنت هذه المجموعات الكبيرة، ولكن هناك مجموعات صغيرة تابعة للسلفيين أو لتنظيمات أخرى تتبنى العملية، ممكن تكون هي التي قامت بإطلاق الصاروخ أو قذائف الهاون حسب الإعلام العبري، ولكن كتائب القسام وسرايا القدس التزمت بالصمت على هذا إطلاق الصواريخ. أحد الصواريخ أحمد يعني فيما يبدو أنه أطلق على احتفال قامته عائلة الأسير الصهيوني شاول أرون، ما الرسالة الموجهة من هذا الصاروخ؟ هذه رسالة قوية كانت محمد، لسبب أن من كان بداخل هذا الاحتفال خزان وهو عضو كنيسة هاجم أهالي الأسرى الفلسطينيين. بالتأكيد ليس المعني في هذا في إطلاق الصاروخ عائلة الجندي الإسرائيلي، خاصة أن هناك كان بالمقابل اعتصام لأهالي الأسرى الفلسطينيين لأول مرة على الحدود الفلسطينية الإسرائيلية في قطاع غزة. كانت الرسالة قوية من كافة الأطراف بأن الاعتداء على أهالي الأسرى يقابله رد أمني وعسكري من قبل المقاومة الفلسطينية. كانت المقاومة قد حذرت، وعلى لسان أبو عبيدة هذا النائب في الكنيسة الإسرائيلي، بأن المقاومة الفلسطينية لن تسكت. اليوم كان هذا النائب الإسرائيلي داخل هذا الاحتفال، أطلقت القذيفة باتجاه الاحتفال ولكن لم تصب، كانت حالة من الذعر في المستوطنين. كيف أحمد يمكن فهم توقيت إطلاق هذه الصواريخ يعني في ظل حديث من حماس عن تصعيد تجاه الاحتلال الإسرائيلي؟ لا أحد يريد تصعيد في قطاع غزة محمد، أكثر من أن هناك رسائل متبادلة من كل التصعيد، سواء من التصعيد الإسرائيلي الإسرائيلي على قطاع غزة، أو من ردة فعل المقاومة الفلسطينية، أو من المواجهة التي هي موجودة على الحدود. المواجهة لا تعني من غزة، أو لا، المواجهة في غزة لا يهمها غزة أكثر من ما يهمها قرار ترامب والقدس وما حصل من تداعيات سياسية وأمنية على قرار ترامب. الحصار المفروض على قطاع غزة وضع على جنب، المصالحة الفلسطينية أيضا وضعت على جنب. ما يحدث من مواجهة على الحدود هي رسالة للمحتل، وبداية رسالة لأمريكا والرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية، لأنهم يجب عليهم أن يتراجعوا عن قرار القدس عاصمة للاحتلال. الصحفي الفلسطيني أحمد قتيح كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.